في المكلا لا حديث هذه الأيام يشغل الأهالي سوى ذاك الذي يدور حول الصفقة التي أبرمتها الحكومة مؤخرا ببيع نحو 3.5 مليون برميل من النفط الخام والمجمد في خزانات ميناء الضبة. يزداد الجدل مع استمرار ما يمكن وصفه بالارتباك الطاقي على التصريحات الإعلامية لبعض الدوائر الحكومية حول مجريات الصفقة. السلطة المحلية تقول كلام وأسعار متضاربة والشرعية تقول كلام والوزراء يقولوا كلام والمحصلة المواطن الحضرمي لا يدري كمية النفط كم وبكم بيعته وأين حصة حضرموت وأين ستذهب حصة حضرموت. وبعيدا عن تلك التسريبات المحيطة بآلية البيع ومصير عائدات تلك الصفقة، وإذا ما كان جزء منها سيذهب لصالح إسناد العملة في المركزي بصنعاء، يجمع الأهالي هنا على التساؤل حول جدية الحكومة في تنفيذ وعودها السابقة للمحافظ بتخصيص نسبة من العائدات للمحافظة المنتجة. ولسنوات طويلة ظلت حضرموت محرومة من الحصول على أي نسبة من عائدات إنتاجها، وفيما تشير تقارير غير حكومية أن إنتاج المحافظة عام 2014 بلغ نحو 120,000 برميل يوميا، يعيش أبناء مناطق الامتياز النفطي أوضاعا يطغى عليها نكد العيش. عندما تزور منطقة غير بلومين كأنك في منطقة نائية بعيدة جدا من أي مصالح، بعيدة من النفط، بعيدة من يعني، ويوم تشوف أهلها وإمكانياتها للأسف الشديد كان هذه دولة منطقة لا يوجد تحتها هذه الثروة اللي تغذي اليمن بشكل كامل. ومع حرمان تلك المناطق من أي تنمية حقيقية بات نصيب سكانها من تلك الثروة منحصرا على التلوث البيئي وانتشار الإصابة بالأمراض السرطانية. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.